في إطار إحياء الذكرى 60 للاستقلال، نظمت المدينة الجامعية سطيف بجامعتيها سطيف 1 وسطيف 2 وكذا المدرسة العليا للأساتذة ندوة تاريخية وطنية حول مجازر 8 ماي 45 900 و1000 بحضور شهود عيان وضحايا من المجازر متمثلين في المجاهد عليل السعيد من مدينة خراطة والمجاهد محمد الهادي شريف من مدينة سطيف وكذا ضيف الشرف البروفيسور والمؤرخ محمد قرصو. الندوة لاقت استحسان الحضور من السلطات المدنية والأمنية وممثلين عن كافة الأسرة الجامعية من إداريين وأساتذة وكذا طلبة. نتصور من كان مختبئا تحت صخرة ويتفرج في إطلاق النار على كل أفراد أسرته بلا استثناء. ستستمعون وأكيد ستقدرون. ستعلمون المفارقة. ماذا فعلت فرنسا التي يغامر أبناءنا وبناتنا اليوم بعبور البحر من أجل الوصول إليها؟ كان يفترض أن لا تقتصر محاكمات نيرنبرغ وطوكيو على محاكمة النازيين وغيرهم. كان الأجدر أن يحاكم المجرمون الفرنسيين. مجازر 8 ماي 45 وليست أحداث 8 ماي 45. كنت كنوع المسيرة، المسيرة كانت مسيرة سلمية، ما كانش مسيرة حربية، كانت مسيرة سلمية. ومن قبل من نطلقوا ننطلقوا في المسيرة كنا نحن الكشافة، كنا مسؤولين تاع الكشافة. نحينا السلاح ووصلنا المسيرين ووصلنا بعض من الناس اللي كانوا مشاو معنا في المسيرة وصلناهم. قلنا لهم ما تخليوا حتى سلاح معاكم، وقدمنا في الأول المسيرة قدمنا الكشافة. وصارت المسيرة هذيك حتى النواحي تاع الثانوية تاع اللي راه يسموها اليوم مسيرة ثانوية محمد قيرون. كي شافونا وحنا كي شفناهم جايين تخبينا بين الحجار، وانا كاين واحد الحجرة قدامها ديشة تخبيت فيها ما شافونيش، والاخرين حدوا شويه واحد 20 متر تخبوا بين الحجار. بعد دور ودار وهذا شافهم قال لهم هاهم، قال لهم ما تخليوا حتى واحد سون بيتي. بالكلمة هذه يعني ما ننساهاش. هيا ضربوا قرشوا على بوي رفلوا عليك موسى، زادوا زوج خوتي سليمان في عمره 17 عام، حموا 3 سنوات والطفلة
يمينة 5 شهور هذو قتلوهم في دقيقة رفلوهم وكل من بعد واش نوا قبل ما يرفلوهم تكلمت ما قالت يا ولدي وين خليناكم والحرب التي شنت يعني على الجزائريين في 1845 كانت ضد شعب أعزل ها؟ وعندما تحدث المجاهد كذلك على الجثث التي كان يتم جمعها ووضعها بعد ذلك في الشاحنات الكاميون كما قال هو ذاك ما نشاهده ونلمسه في أوكرانيا الآن. هذه قراءة تاريخية مقارنة إما أننا نقبلها فعلا وهذا ما قلته لذا تحدثت عن الكيل بمكيالين لم تعترف لحد الآن يعني بما اقترفته من مجازر في الجزائر لكنها تحرض الدول الأوروبية على أن تتضامن لمتابعة بوتين أمام محاكم العدل الدولية. شكرا. الرحمن الرحيم. ها هي جامعة محمد الأمين دباغين مرة أخرى تكون في الموعد مع المناسبات الوطنية حيث أحيت هذه المرة الذكرى 77 لمظاهرات أو مجازر 8 ماي 1945 والتي فضلت هذه المرة أن تحييها بطريقة مشتركة بينما هو أكاديمي ممثلا في حضور المؤرخ والأستاذ الجامعي محمد القورص والذي قدم محاضرة أكاديمية في هذا السياق قارن فيها بين الكثير من الأمور وبين شهادة حية لبعض شهود عيان متمثلين في عم محمد الهادي شريف الذي هو أحد مؤطري هذه المظاهرات بمدينة سطيف وأحد سجناء هذه المظاهرات بعد ما الذي جرى في سطيف من مجازر. كما حضر معنا أيضا عمي السعيد عليك وهو أحد الناجين من هذه المجازر الرهيبة التي حدثت أيضا بمدينة خراطة. وهكذا حاولنا أن نجمع الشمل الطالب الأستاذ شهود عيان لننقل ما جرى بالأمس إلى طلبة اليوم. الحمد لله كي مزالوا في سطيف قايمين الحمد لله كي مزالوا قايمين ومزالوا عندهم النيث عندهم هذا الحمد لله. واش تقول لنا للجيل تاع اليوم عمي محمد؟ ها؟ واش تقول لنا للجيل تاع اليوم؟ والله غير نقول لهم كونوا فحول على أرواحكم وقوموا بالشيء اللي لازم تاعكم وشرفوا الجزائر هذه هي المهم هي الجزائر المهم هي الجزائر المهم هي الجزائر المهم هي الجزائر طيارة سفرة حبسي ما تون تربيش حبسي ما تون